يقول: ما حكم ذهابي إلى شركة وأقوم بتسجيل اسمي عندهم، بحيث إن من شروطهم أنك لا تعمل معهم بل تستلم مرتبا في آخر كل شهر؟ هذا يقصدون به التحيل على السعودة، تحيل على النظام، وهذا أخذ للمال بالباطل، لا يجوز لك هذا لأنه كذب واحتيال، وتأخذ المال بغير حق من غير عمل، لا يجوز هذا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أما لو أنهم عطوك إياه محبة لك أو صدقة عليك هاي خالف، لكن هم معطينك إياه من باب الكذب والاحتيال. نعم.